الرحيم. هي فلقة القمر داي. انت مين؟ حكمت. حكمت مين؟ مرتك. مرتي؟ ايوه. تحب اوريك الجسيمة؟ لا انا ما سكرانش، امال مين بوز الاخت اللي كانت واقعه على الشباك داي؟ دي ستوته الماشط. ماشطه؟ ربنا يحرقها، دي كانت حتضيع علينا الليله كلها. ليه؟ لهو انت افتكرتها؟ افتكرتها انت وقفلت من الدنيا والدخل كله بسببها. مسكين. بس ملحوقه. حكمت انت حلوه قوي. معقوله في بنات حلوين كده بلدنا؟ بلدنا فيها الخير كتير، لكن عيالها اللي زيك سايبينها ومش دارين بيها واصل. صح. بقول لك ايه، ما تيجي في باطي هبابي. لا. ايه في ايه؟ مش دلو يا بنت، مكسوفه مني ولا ايه؟ ده انا جوزك. على الورق بس. قصدك ايه؟ ما فهمش. يعني كل شيء بتوعي. بس النهارده فرحي ودي دخلتي وده حق الشرعي. كل شيء بالخناق الا الحاجات دي بالاتفاق. طب ما تيجي نتفقوا يا بنت الناس. تعالي. مش دلو. امال ميتة. لما يأذن ربنا وتنفذ اللي في راسي الاول. وايه اللي في راسك يا بنت؟ قولي. ترجع لي ورثي اللي نهبوا عمي صادق به بعد موت ابوي. وده وقته دلوقتي. اعقلي يا حكمت وخلي الليله دي تعدي على خير. لا، انا ما هبقاش حلالك وخدمتك ومرتك غير لما ترجع لي ورثي اللي نهبوا عمي. قدري نصيبك من ورث ابوكي وانا اديهمك من جيبي. لا، انا عايزه ورثي من جيب عمي. وحنقعد اخواتك ده لحد ما اجيب لك ورثك من عمك؟ والله انت وشطارتك. يا دي اليوم المطين بطين. والله ورجعت لاصلك يا ابن بتعه الكتعي، ولبست اللاسه والجلابيه. من فتجه دي متاه يا مصطاه. الا بالحق انت منين؟ بقال اكتر من سنتين اعرفك ومعرفش نقبك من ايه. نابي ولا نابك اللي هيطلع على شوني. شكلك كده زرع اسفلت، مالكش اصل واصل. هو عليك انا تقول عليا كده؟ أني فلاح ابن فلاح من كفر الشيخ. كفر الشيخ. ايوه. اجدعناه. طب والمنديل؟ واهلك اللي برا عاوزين يطمنوا عليك، اقول لهم ايه؟ قول اللي تقوله، انا ما يهمنيش حد واصل. هو اليوم باقي من اوله. اسمع يا هدان. أوامرك يا سيدي. عاوزك تجيب لي سكينة وفروجة صاحية ومعاك حد يلمحك. وانت عاوز الفروجة في ايه يا سيدي؟ عشان اذبحها لمرتي بدل القطة. بسة يعني؟ ايوه يا زفت انت. طب ما انا ممكن ادور لك على بسة. لساك حتدور؟ جاتك ضربة تفك لحم صدرك. وهدان، اوعاك حد يلمحك او تعوق. نازل يا حبيبتي، مش عايزه حاجه؟ ايوه يا زوز. سوري يا حبيبتي والله، معلش نسيت. لا تعالى، عايزه اكلمك في حاجه. امور يا حبيبتي. في ايه؟ الدخله دي ما بحبهاش. حرام عليك. بص بقى، فاكر نجوى صاحبتي مرات المقدم ماجد؟ مالها؟ اصلها هي وجوزها كانوا حاجزين شقه في مشروع الشرطه القديم واستلموها، شطبوها وعرضينها للبيع. طب واحنا مالنا؟ قالوا لك عليها سمسار. بالراحه عليا يا زوز، ما انا جايه لك في الكلام اهو.
اللي انا بتكلم فيه، ايه رايك ان احنا كمان نعرض شقتنا اللي في المشروع الجديد للبيع؟ وبعدين ونكمل على تمنها ونشتري شقتهم المتشطبه وننقل فيها. ليه يا حبيبتي؟ عشان نبطل ندفع فلوسنا في ايجار جديد زي ما احنا بنعمل دلوقتي. بص، هو كلام معقول من ناحية النظرية، بس عمليا اشك. ايه بقى يا زوز؟ لان اكيد صاحبتك طالبه اوفر، دي مستلمه ومشطبه كمان. لا دول لسه عليهم اقساط. اديكي قلتيها، يعني هندفع لها ثمن الشقه والاوفر ونكمل الاقساط. يا حبيبي ما هم الاقساط بتاعتهم اقل مننا بكتير، وبعدين الاوفر بتاعهم 50,000 بس. بس بس والله انت حلوه قوي. انا عارفه. بص انت لازم تفهم الموضوع، هم دلوقتي مزنوقين ومحتاجين يبيعوا شقتهم، احنا لو حاولنا نبيع شقتنا هنبيعها اسرع منهم بكتير لاننا في الدور الثاني. امال هم شقتهم في الدور الكام؟ فوق خالص، اخر دور. ده انت ناوي تقطع نفسنا بقى. والله العظيم ما عايزه اقطع نفسنا، انا عايزه اخلص بس من الايجار الجديد اللي احنا بندفعه كل شهر، ونفسي نقعد في شقه ملك. ايوه بس هجيب ايه ال 50,000 دول يا امان؟ مش انت لسه ليك نصيب في ورث مامتك في بيت الحلميه؟ ما انت عارفه البيت معروض للبيع من فتره ومفيش مشتري مناسب لحد دلوقتي، واكيد مش هنبيعه باي سعر. يا زوزه بقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما الشقه تطير مننا. خلاص بص انا هقول لك حاجه، انا هحاول استلف من ماما وانت تحاول تستلف من الحاج، ايه رايك؟ خلاص سيبي الموضوع ده وانا بفكر فيه. سلام. اللي انت صحيح متشيكه ومتنتجه كده على الصبح، رايحه فين؟ لا ده كاجوال شيك على فكره، رايحه لنجوى. يا دي نجوى اللي عرفتينا بيها يا شيخ. وهعدي على منيره بعدين. سلمي لي عليهم. حكمت. نعم. انت من امبارح القاعده دي؟ ايوه. انت عليكي ذنب بتخلصيه؟ الذنب ذنب عمي اللي اتجوزني ليك غصب عشان خاطر مصالحه مع عيلتكوا تمشي. طب لما هو ذنب عمك بتخلصيه مني ليه؟ عشان انت دلوقت جوزي، يعني حالي ومالي وكل حاجه ليا في الدنيا. افتكرت دلوقت اني جوزك؟ كان فين الكلام ده ليلة امبارح؟ اسمع يا بت، انا صح تربيت في مصر وتعلمت في مدارسها، لكن في الاول والاخر انا راجل صعيدي ما اقبلش على نفسي، واحده ما رضياش بيا، ونظام لو الدراع بتاع الحريم ده ما يخيلش علي، لو ما عاوزاني شيء اطلقك ودلوك. لكن لو عاوزاني من غير غصب احطك في عينيا التنين وخليكي ست الناس كلها، ولو ليكي حقي فخر الدنيا حجبهولك، بس كله في الادب والاصول. حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك، فاهمه ولا لا؟ يا ست انت دخلت المحل وخرجتي من غير ما تشتري حاجه، ممكن اعرف ليه؟ ما لقيتش طلبي. وطلبك ايه ان شاء الله؟ نشادر شبه حبه البركه. كل الحاجات دي موجودة عندنا بعون الله. الراجل اللي جوه قال لي مش موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي معايا وأنا أجيب لك طلبك. تعالي يا ست. يا منير، يا منير. يا ابني يا حبيبي، أنت مش عندك شابة وحبة البركة؟ في ومفيش. يعني إيه في ومفيش؟ فزورة دي ولا إيه؟ لا مش فزورة، حاجة الشابة عجزت خلاص ولبست بالحيط، ما عادتش شابة. وحبة البركة عطنت وعفنت وراحت منها البركة. يا ساتر يا رب، مش عايزة حاجة يا اخويا. السلام عليكم. مفيش سلام يا سلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. انت يا ابني بتطفش الزباين. ودول زباين دول؟ كل واحدة داخلة مطبقة جوز جنيهات في ايديها وعايزة تشتري المحل كله. روضة يا ابني، احنا هنتبطر على رزق ربنا؟ يابا وانا ما بتبطرش، كل اللي احنا بنجمعه ده شوية ملاليم.
احنا عايزين بقى نشرط بطننا ونعدي ونشتغل في الملايين والالوفات. انت عارف تكسب قروش لما هتكسب الوفات؟ انا مش عارف انت طالع لمين وعامل لي نفسك فلحوس. يا با اسمع كلامي يا با، احنا عايزين نطور المكان، عايزين نشتغل حاجه تانية خالص. تشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ عايزين نفتح المحل ده سايبر او كوفي، وبدل الزباله بتاعت العطاره دي اللي كل شويه نعطس منها طول النهار. والله ما زباله الا دماغك وافكارك الخايبه. جكناسة العطار بتتباع بفلوس يا خايب، والعطاره اللي مش عاجباك دي هي اللي ربتك وخلتك انت واخواتك بني ادمين. اهو احنا اتربينا من كناسة العطار يابا، عشان خاطري بقى، عشان خاطري بقى ما تحطمنيش، ما تحطمش مع طموحاتي. طموحاتك؟ طموحاتك ايه يا فاشل؟ ده النملة بتفهم احسن منك. ده انت قعدت في الثانوية العامة 5 سنين وتقول لي طموحات؟ ما هو خالك برضو كان عنده طموحات واخرته او مرمي في السجن وعليك انبيالات وشيكات. السلام. اتأخرت ليه؟ ما انت عارف يا باشا، وانا جاي لازم انا امن نفسي، العيون كتير والبصاصين اكتر. طب اتلقى حاضر. اوامرك يا باشا. تسلم. اخر الاخبار ايه؟ دياب اتجوز بنت اسمها حكمت من عيلة الطرشنة، عمها يبقى صادق طرشنة عضو مجلس الشعب عن دايرتهم هناك. دايرتهم دي عماله توسع وكل يوم بيدخلها عضو جديد. واضح يا باشي ان صادق ده هيبقى شريك معاهم في العمليه اللي جايه، وده طبعا هيقوي موقفهم ويخليهم في العلالي على الاخر. اخرتهم على ايديا ان شاء الله. والطلع الجاي دي امتى؟ لا اني ما اعرفش، انا عارف ان هم بيرتبوا العمليه كبيره، لكن كل التفاصيل لحد دلوقتي ما عرفتهاش. اسمع على طرطة ودانك كويس يا باشا. انا زرعك هناك مش عشان تقول لي ما عرفتهاش، عشان تعرف لي دبة النملة. مش قادر زي ما زرعتك هقلعك يا طاهر مصطيق. ما تقلقش يا باشا، طالما زرعتني والنعمة الشريفة هتحصد خير ان شاء الله.